السلام عليكم السادة. عليكم السلام الله وبركاته. أستاذة نسيمة أيتي خلف، أستاذة بمدرسة النور بحد سوالم. في هذا اليوم الجميل الذي نحتفل به بيوم المرأة في المغرب وفي العالم، ضروري عاد نقول واحد الكلمة من أجل المرأة المغربية. فكما تعلم أخي الكريم، اليوم 8 مارس وككل سنة تصادف اليوم العالمي للمرأة المغربية، اللي لعبت دور محوري في المجتمع المغربي قديما وحديثا، فقد شاركت إلى جانب الرجل في تطوير المجتمع المغربي، فحضورها كان محوريا في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، اللي هي عوامل مهمة لتنمية وإحداث تغييرات مهمة في المجتمع ديالنا المغربي. حاربت إلى جانب الرجل المغربي أثناء الاستعمار في مختلف بقاع المغرب، مغربنا الحبيب، وساهمت في نهضة المغرب التعليمية بعد الاستقلال، وتقلدت مناصب مشرفة كذلك في مختلف الميادين. اليوم ممكن نختصر دور المرأة في كلمة مهمة يعني شائعة في المجتمع المغربي، اللي هي مرأة وقادة المغربية، أو المرأة المغربية مرأة وقادة مشرفانة في جميع الميادين: الطبخ، التعليم، الهندسة، الطيران، القضاء، القانون، يعني وحتى المجال العسكري، الشرطة. يعني في كما هو معروف، فين ما مشيتي غتلقى المرأة المغربية مشرفة بلدها. المرأة المغربية محور الأسر المغربية وإحدى اللبنات الأساسية في المجتمع المغربي ككل. ترعرعت لن أنسى هذا اليوم 8 مارس، نذكر بأجمل إنسانة اللي ترعرعت على يدها. كانت امرأة عظيمة رحمها الله، ومن أسرة عظيمة، ساهمت أجدادنا ساهموا في يعني الحروب ضد المستعمر. تشبعت منها أخلاقيات المرأة المغربية الشهمة التي تقف إلى جانب الرجل المغربي في السراء والضراء. كما لا يفوتني أن أذكر بشيء مهم جدا كمغربية، وأفتخر بمغربيتي، أننا نحن كنساء مغربيات نحظى باهتمام كبير تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، اللي كان دائما منصف للمرأة المغربية، فكان الأب والأخ والقائد الذي يحفزنا دائما للأفضل. ككلمة أخيرة في هذا اليوم الجميل، سأقول لأخواتي المغربيات: كل سنة وأنتن بألف خير، وكل سنة وأنتن مصابيح أينما حللتن. تحية حب وتقدير لكل امرأة مغربية، أخت أو أم أو زوجة أو أيا كانت، نفتخر بكن دائماً.